يبقى حين يأتي القرآن ليتعرض لهذه العملية يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. معنى لا يقومون القيام الانتصاب للحاجة، حين ينتصب للحاجة انتصابا منسجما يسرع ويتخبط، يبقى ما يستقيمش الأمر ويهأب. قولوا تعالى بقى الله سبحانه وتعالى حينما يضع ذلك النظام يضعه ليواجه أمرا كان موجودا. هذا الأمر الذي كان موجود العلماء يختلفون فيه، بعضهم يقول لك دريب الفضل، وبعضهم يقول لك دريب النسى، وبعضهم يقول لك دليل اثنين. الله متفقين على أن ربا النسى. ربا النسى يعني أن أقترض أنا شيء إلى أجل فلما جاء الأجل لم أجد الوفاء فقلت له أخرني في الأجل وأزينك. هذا هو ربا الإيه؟ ربا النسى، تأخير يعني. نقول له والله يعني إذا الربوية هنا جاءت في مرحلة ثانية مش في المرحلة الأولى، لأنني اقترضت إلى أجل فلما جاء الأجل قلت أخر وأزيدك. يبقى الربا دي في ناحيتها في المنطقة الأخرانية. العلماء الذين قالوا إنه بس في ربا النساء قال لك ولا جاش ربا الفضل، نقول له يا أخي ده ربا الفضل الربا فيه من أول الأمر، وربا النساء اللي أنت بتقول عليه هو ده الأصل، ده جاي في المرحلة الثانية، جاي في المرحلة الثانية. أمن المعقول أن يشرع لأمر يأتي الربا فيه في المرحلة الثانية ويترك أمرا يأتي الربا فيه في المرحلة الأولى؟ طب ده الآن يجي يقول لك ادفع الزائد أولا وأنقصه من الأصل ويبقى عليك الأصل، يعني أنت هتاخد 100، المية بكام؟ بعشرة، خليه بعشرة يا سيدي خلينا زوج. يوم يقول لك خد 90. الله، يبقى أكن ربا الفضل عمل إيه؟ ده من أول مرحلة وخده. يبقى أمين المعقول أن يشرع القرآن لربا النسأ وهو لا يأتي إلا في مرحلة التأجيل والزيادة ويترك ربا الفضل مع أنه يأتي في أول مرحلة؟ ثم إذا صح عندكم حديث لا ربا إلا في النساء، كيف تقولون إذا كان الحديث من روى هذا الحديث هو الذي روى أيضا أن ربا الفضل موجود في إيه؟ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح وزاد الزبيب، كيف تواجهون الحديث أيضا الذي رواه من تقولون أنه قال لا ربا إلا في النساء؟ كيف تواجهون أن بلالا رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجاء بتمر برني، يعني تمر جيد نوع اسمه برني، فلما رآه رسول الله وهو ما لم يكن عنده قال من أين لك يا بلال هذا؟ قال لقد أخذت تمرنا وأعطيت صاعين منه وأخذت صاعا من الجيد. الصورة مفهومة؟ أعطى صاعين وخد صاع واحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عين الربا عين الربا عين الربا، إذا أردت ذلك فبيع صاعيك ثم اشتري بعد ذلك ما شاء. يبقى ده فيه بالفضل ولا مش فيه بالفضل؟ والراوي لي ده هو الراوي لي دي، كن يجب انك انت تأرخ للأحاديث، لأن الأحاديث زي القرآن ما بيجي فيه متقدم ومتأخر، من الجائز أن يكون الأول جاء في النسأ ثم جاء في الإيه؟ ثم جاء في الفضل. ثم ربا الفضل أيضا يقول إلى النسأ ولا ما يقولش؟ لأن الربح المركب بيحصل من إيه؟ طب ما هو بيجي ويقول له مثلا سنة وبعد ذلك نيجي نأخر ونزيد، نأخر ونزيد، فكل فضل سينشأ عنه إيه؟ نسأ.